السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بترسم فلور وبترسم حائط فوقيه وحائط تحتيه، تيجي تشوفه في ال 3D أو تشوفه في سيكشن، بيبان إن في فرق في الماتيريال. طب أحل المشكلة دي إزاي؟ في ناس بتعمل فينش خارجي على المبنى من بره من كله، ويعمل أوبننج للأبواب والشبابيك. في طريقة تانية ودي الأدق، إن أنا هقول له إن أنا عايز أرسم وول، ماشي؟ لكن أنا هرسم الوول منين؟ هرسمه من الإكستيريور كور فينش اكستيريور، ماشي. وبعد كده هاجي اقول له ان انا عايز الحته بتاعتي من هنا لهنا بالشكل دوت، ماشي. طيب تعالى بقى ناخد نشوف الاليفيشن. اقول له جو تو فيو، جو تو اليفيشن فيو بالشكل دوت. طيب الحته من هنا لهنا، ماشي. واقول له برضو انا عايز حته ثانيه مثلا من هنا لهنا، واقول له الكونسترين بتاعي من هنا. طيب حصل مشكله. ايه المشكله؟ بسيطه، ان الوول المفروض تقف عند الفلور هنا من تحت مش من فوق بالشكل دوت. طيب تعالى نشوفها في ال 3D. لو انا جيت هنا في 3D هتلاقي الماتيريال فيه اختلاف، بالذات لو انت قلت له انا عايزك تكتشر هتلاقي ان فيه اختلاف، ده اللي احنا نهرب منه. طيب لما انا رسمتها من الكور ايه اللي حصل؟ بص اعمل زوم كده، هتلاقي ان في لير فينش بره او بره الفلور. طيب تعال نشوفها في الايديت، طيب عشان نفهم ايه اللي حصل. لو دخلت في الايديت هنا هتلاقي ان في طبقة فينش مختلفة موجودة هنا، ماشي. تقدر تديها اي ماتيريال مختلف، مثلا هقول له انا عايز الماتيريال ديت هي اللي موجودة هنا. طيب انا عايز الحيطة دي اشوفها بالشكل دوت، ماشي، كسكشن. تعال بقى نيجي هنا، بصوا هما كلهم نفس هيبقوا عند نفس النقطة. ممكن اقول له لا ده انا عايز اعمل دي تبقى مختلفة، هاجي على موديفاي وأعلم عليها، وبعد كده هاجي هنا على الخط ده واشيل القفل دوت. ده معناها ايه؟ ان دي ممكن تتحرك لوحديها، الحته كلها هتبقى على ارتفاع، والفينش دي لوحديها على ارتفاع تاني خالص، اقدر ان انا اتحكم فيها واقفل اشيل القفل خالص، تمام. طيب هنقول له اوكي، هنقول له اوكي. وممكن بقى نيجي على سيكشن معين او اليفيشن معين ونحاول ان احنا نخلي الفينش ده يتحرك معانا. جو تو الافيشن فيو. طيب لو جينا هنا شايف الحيطه اهي، واخد بالك ان الحيطه كلها ليها نقطه تتحرك من خلالها، ودي لوحديها اقدر ان انا احركها واخليها تك كده. فلما تيجي تبص بقى على ال 3D، اللاير بتاعت الحيطه غطت على الفلور، وغطت بمقدار قد ايه؟ بمقدار الفينش بالظبط. فكده ده يعني حل كويس جدا للمشكلة. لما تيجي تعمل ريندر هتلاقي ان ده غطت، وبرضه نفس الفكرة ان لما تيجي تعمل حيطة الناحية دي وحيطة الناحية دي تقدر ان انت تحركها بحيث انها تغطي الجزء دوت.